تقدر تعدي ماتش سموحه بروتيشن باللعيبه اللي هي مستريحه، تشكيل كويس، لازم راس حربه صريح يبقى موجود، لازم تريح اللعيبه المجهده. النهارده شفنا ولا بجزيري ولا بسامسون براس حربه، يعني النهارده كمان جزيري ريحته بره خالص، باين كمان النهارده الخطوره على فكره تغييره اللي عدلت شويه لما الاصابه بتاعت شلبي، ودي اضطراريه ما كانش بمزاجه. طيب عدلت شويه. طيب كابتن شريف، يعني الواضح ان الراجل مقتنع بحته احمد حمدي وناصر ماهر وعبد الله السعيد، يعني عنده قناعات ان انا في نص الملعب يبقى عندي ثلاثه بيلعبوا كره حلوه. ايه رايك في الثلاثه ومستواهم وادائهم، وهل ده حاجه مطمئنه لنادي الزمالك في المستقبل؟ انا كنت يعني انت حضرتك سالتني على حاجه كابتن، انا كان نفسي اتكلم عليها على ناصر، بس هاجي بس من بدايه او نهايه الكلام كابتن عبد المنصف. محدش بياخد كل حاجه في الدنيا، نادي الزمالك انا وجهه نظري مجاله، انا شايف ان الراجل ده مدرب كويس جدا، انا شايف نادي الزمالك لازم يصبر على الراجل ده. نادي الزمالك دلوقتي، نادي الزمالك مشكلته دايما ان هو وحش في اوقات، نادي الزمالك كويس قوي ما بيعرفش يكسب. نادي الزمالك دلوقتي حتى لو هو مش كويس قوي بيعرف يكسب. انا شايف ان الراجل، وجهه نظري، شايف ان الراجل مفيش نجم عنده. بالنسبه لي انا زي ما قلت ان في امام عاشور ليه، هو شيكابالا مش نجم؟ ما بيلعبش. مش زيزو مش نجم؟ لا انا شايف ان الراجل ما عندوش. زيزو احسن لعيب في مصر. احسن لعيب في مصر. شيكابالا كان احسن لعيب في مصر. كان؟ طبعا. الكوره هي، بص الكوره دايما ودي حلاوتها ما فيهاش ثوابت. زي ما في امام عاشور احسن لعيب في الدوري، في ناصر ماهر دلوقتي، يعني في ناصر وفي امام، اثنين. انا انا راجل بحب اتبسط اتفرج على كوره، انا اهلاوي اهو، بقول لك ان زيزو اهلاوي؟ المفروض المفروض هو بيطلعوا يشتموني مش مشكله. النادي الاهلي زي ما في امام عاشور في ناصر ماهر، ناصر ماهر ده لعيب بالنسبه لي ممتع، لعيب هيبقى يعني بالنسبه لكابتن حسام حسن، انا شايف ان الراجل ده هيبقى مهم جدا جدا الفتره اللي جايه. بجد انا بتبسط لما اتفرج على ناصر، وبتبسط لما اتفرج على زيزو، بس ناصر ماهر بالنسبه لي كواليتي لعيب يعني حاجه عظيمه، فاتمنى ان هو يكمل. بالنسبه للثلاثه في نص الملعب، لا لو بيلعب فرقه كبيره مش عارف العب بالثلاثه دول، يعني خلي بالك برضو البنك الاهلي فرقه محترمه وكل حاجه، بس لو بيلعب مثلا في نهائي افريقيا او بيلعب النادي الاهلي، هو عملها ليه ما عملها في النادي؟ عملها ومشيت معاه كويس. وكان كويس جدا صراحه، وماتش السوبر الزمالك كان كويس جدا. برافو عليك صراحه. يعني ماتش السوبر الزمالك لعب والاهلي كسب، ما فيهاش كلام هناك. يعني انا ما خلي بالك، انا احب قوي ان الزملكاوي اللي يطلع بجد، ايه المشكله؟ قول الاهلي كويس، الاهلي انت اهلاوي، الزمالك عمل حاجه قول الزمالك كويس. مش عيب على فكره. فانا بالنسبه لي ناصر ماهر بالنسبه لي كمان احسن من عبد الله بكتير صراحه. يعني انا ما عنديش مشكله، خلي بالك الراجل، ان عبد الله في اوقات هيبقى مضر، خلي بالك في اوقات عبد الله هيبقى لود على الفرقه. اولا عبد الله دلوقتي ما يقدرش يلعب اكتر من 30 دقيقه، 40 دقيقه بالكتير. عبد الله ولا سنه ولا 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 لياقته البدنيه تسمح ان يبقى موجود طول الماتش. عبد الله منصف بيبص لك ازاي؟ وجهه نظري في نار. طبعا انا لا هرد على الاعمار السنيه برضه، وجهه نظري دي حاجه في الكوره، دي حاجه في الكوره ما فيهاش كلام. اللي كان احسن من عبد الله واجمل كان، هي الكوره بتوصل 35 36 37 طبيعي ان الكيرف بيقع. ناصر ماهر وحمدي وعبد الله، لو نادي الزمالك هيبقى عنده مشكله كبيره جدا في الارتداد، لو بيلعبوا مع فرقه بتلعب على الكرات المرتده، انت اوريدي عندك زيزو اوت ما بيدافعش، الفرويد الجزيري حمدي، لا حمدي بيدافع وبيهاجم، عبد الله اوت، فانت خسران ثلاث لعيبه اوريدي في الكره الدفاعيه. انت نادي الزمالك والكره مش معاه. نادي الزمالك لو في فرقه بتلعبه وسايبه له الاستحواذ هيبقى هايل. لو في فرقه بتلعب نادي الزمالك وبتلعب، يعني خلي بالك البنك الاهلي كونتر اتاك، البنك الاهلي النهارده على فكره كان بيلعب كويس، يعني انا شايف كابتن لا وبيلعبوها حلو، حتى لما طرد منه لعيب كان ممكن يرجع، خلي بالك يعني حتى لما طرد منه لعيب كان ممكن يرجع، وعجبني ان هو ما غيرش طريقه لعبه وقعد يدافع وساب الاستحواذ للزمالك. لا لاعب عادي جدا ومفيش اي مشكله. فانا شايف ان الراجل مدرب كويس، شايف نادي الزمالك هيخسر الراجل ده لو حصل اي مشكله ومشوه. نادي الزمالك لازم يسيب الراجل ده، نادي الزمالك كان ناقصه. بس انت قاسي شويه على عبد الله السعيد، يعني عبد الله السعيد مش عبد الله السعيد اللي يتقال عليه كده. لا انا عبد الله السعيد، عبد الله السعيد ما هقول لك حاجه كابتن، ابو تريكه كان نجم، حسام غالي كان نجم، كل الناس كل واحد ليه وقته، كل الكوره والاجانب دي ميزه الاجانب اكتر من المصريين، المصري برضو بيحسبها كده، عبد الله عنده كريدو، الاجنبي مش هيفرق معاه، يعني خلي بالك كمان ماتشين ثلاثه مع المنافسات الكتير اللي بيلعب في نادي الزمالك، عبد الله مش هيقدر يلعب، يا هيتعور يا مش هيقدر يكمل، فالراجل بالنسبه له اللي هيكسب بيه هيلعب بيه. فانا شايف ان عبد الله السنتين اللي فاتوا حصل ليه في مصر، لكن الكوره النهارده عبد الله، لا ناصر ولا عبد الله، انت اتكلم، سيبك زي ما بنقول النهارده، ايه المشكله مصطفى شوبير يبقى هو جم مصر؟ ايه المشكله ناصر ماهر النهارده احسن من عبد الله؟ لا لو انا راجل بقيم الاثنين او هشتري لعيب من نادي الزمالك، ناصر وعبد الله طبعا. ناصر هل ينفع اجيب لعيب 39 سنه وادي له اكتر؟ ناصر لعب معاك في الاهلي، طلع معايا هو وندفد وكابتن ياسر وايهاب ريان
و فوزي الحناوي واحمد فوزي حمدي. الحناوي وحمدي وبامبو ورمضان وتريزيجيه كان كل دول طالعين. هل ينفع ان انا عندي لعيب 39 هي صفقه ممكن تكون جماهيريه بس ينفع اجيب لعيب 39 سنه ويبقى اكتر لعيب واخد فلوس في النادي؟ لما انا هرد عليك يا شيخ بس رد عليك بس اقول لك على حاجه. طب اتفضل يا كابتن. الفتره الاخيره يا مهيب بعد مكسب النادي النادي الزمالك للاهلي برضه لازم برضه نعترف يا جماعه رفع من روحهم المعنويه قوي قوي قوي. والفترة اللي فاتت دي الزمالك هو عايز يلعب يعرف يكسب ويجري كده ياخد الثلاثة بونت. في فرق الفرق الكبيرة ما تبصش للأداء بتاعها بتبقى التاريخ واللي بيقول لك خد الدوري ولا لا ما بيبقاش فاكر هو كسب مين ومين اللي جاب الأجوان ولا. فنادي الزمالك ممكن يكون الراجل في وقت من الأوقات لما كسب الأهلي رفع من روحه المعنوية وكانت أقل يعني بعد كده نادي الزمالك حصل وقلت ده طبيعي في كره القدم اللي الزمالك يكسب الاهلي والاهلي يكسب الزمالك تفرقتين كبار بس اي فرقه بتحكسب منهم بيحصل الكيرف بينزل شويه وده طبيعي في كل النشوه كانوا برضو قلقانين اللي هم كانوا ما بيكسبوش الاهلي كل ده نرجع الماتش دريمز اللي هنا انا كنت متوقع اللي هيحصل النتيجه دي على فكره التعادل بس انا مليون في الميه كان يقينا عارف الزمالك يكسب هناك عشان فرقه ولا لاعب في القاره الافريقيه ولا يعني مش هي اللي تقلق نادي الزمالك فنادي الزمالك ماشي بخطوات كويسه وزي ما احنا اتكلمنا على كولر وبيبقى ممكن يعمل اللعيبه يلعب باي حد من اللعيبه وخاصه اهلي وزمالك يا جماعه القايمه بتاعتهم ما فيش حاجه اسمها لعيب اساسي ولا لعيب احتياط كان المفروض اللعيب اي لعيب يلعب زي الاساسي مزبوط. يعني ما ينفعش انا مثلا هنقول زيزو هيقعد لا ما في ممكن يقضي احمد حمدي ممكن نصر لكن نادي الزمالك انا شايف الفتره الاخيره ده ماشي بشكل كويس النهارده كسب خد 3 بونت الاداء ما كانش كويس بالزبط. بس هو في الاخر كل ما هو عايز يقرب للمنافس نشوف جدول الدوري نشوف جدول الدوري عشان لازم ارد على شريف على النقطه